عامله الفوليه النهارده بالبنجر. هيقول لك يا حاجه ده كلام، قول له طب جرب، مش البنجر بناكله سلطه وسكريات وبتصنع منه السكر، احنا جبنا البنجر بالحمى بالجمل بما حمل وهنعمل بيه الفوليه بتاعتها. مقاديرها على الشاشه يا استاذ رحاب، فول اللي هو الفول السوداني الحلو الجميل الحلو ده، ومعانا بنجر ومعانا عسل جلوكوز، مش هنحط لها سكر، بس سكريات فيها قليله جدا. ممكن نحط شويه فانيليا عشان يبقى طعم الفانيليا فيها، ممكن نحط شويه حبان يبقى طعم الحبان فيها. بساطه، سهوله، مرونه. تعالوا نشوفوا هنعملها مع بعض ازاي. حل على النار وتعالوا نعمل مع بعض السكر المعقود بتاع الفوليه بتاعتنا الجميله. هنشوف نعملها مع بعض ازاي. الزبده هنا ملهاش مكان بيننا ولا البيض، هنشيله ورا. حلو الكلام. ولكن في حاجات لازم تجهزيها وانت بتعملي حلاوه المود، لو انت هتعملي كميه وتوزعها على قرايبك وعلى جيرانك وحبايبك. التحضير اللي هو الميزنبلاس بيسموه في المصطلحات بتاعه المطبخ. السمسم عندك يكون متحمص وجاهز، الفوليه داخله الفرن ومتحمصه دافيه، ما تكونش فيها رطوبه عشان تمسك في السكر بتاعنا، الحاجات دي مطلوبه. الشوفان برده ما يكونش فيه رطوبه. الجوز الهند تكون ناعمه عندك. عسل الجلوكوز ده بيتباع في المحلات بالبرطمان، البرطمان بثلاثه تعريفه. الحاجات دي كلها. طاسه على النار اهي، حلوه اهو. هنحط في الطاسه دي يا عم الشيف شويه سكر. والسكر ما يتقلبش كتير. معانا السكر على النار بنعمله اهو بالشكل ده كده، بيتكرمل. العيار بتاعه قد ايه يا مغازي؟ 3 كوبايات سكر بياخدوا كوبايه ميه. العيار غير لما بنعمل السكر بتاع البسبوسه او سكر الكنافه او السكر بتاع بلح الشام، بيبقى كثيف شويه وتقيل. بنسيبه لغايه لما يدوب، وبعد ما يدوب بنغذيه وبندعمه بعسل الجلوكوز. لغايه دلوقتي احنا كده زينا زي الناس، مفيش جديد. عايزاها بطعم الحبهان، هتحط حبهان ناعم مضروب في الخلاط كده ومضروب في الكبه والمطحنه بتاعت التوابل. بقت الحلويات بتاعتك اللي انت بتعمليها، احنا بنتكلم بالكلام العام بقى، لسه ما دخلناش في البنجر والكركم. يبقى الحلو بتاعك بطعم الحبهان. عايزاها بطعم الفانيليا، بتحط شويه فانيليا تبقى الحلوه بتاعتك بطعم الفانيليا، اذا كانت سمسميه، فوليه، حمصيه، فستقيه وهكذا. عايزاها بطعم القرفه، تحط شويه قرفه. عايزاها بطعم الليمون، هتحط بشره ليمون. انا عايزك دايما تكون مختلفه. يعني انا لما اجيب الحلويات من المحل بتاع الحلويات اللي في الشارع عندنا ولا في المنطقه، طب انا عملت ايه؟ ما انا عامل حاجه جديده بايدي انا، حتى لو كانت مكلفه شويه في الماتيريال، مع ان هي مش مكلفه ولا حاجه، بس انا عملت حاجه بايدي وعملت في المناسبه الحلوه دي، عملت دخلت المطبخ وعملت لاولادي حاجه حلوه، زي كعك العيد كده. احنا دايما بنشتريه، بس لما نعمله في البيت دي طقوس وعادات بتبقى لطيفه وجميله. السكر بيدوب هنا بالشكل ده كده، وعلشان ياخد القوام بتاعه اهو، حلو، لازم ياخد القوام ده كده اهو. بيغلي لمده تقريبا 8 دقايق على النار بالشكل ده كده. خلي بالك ده لما يطلع من النار ويقعد فتره تلاقيه شد بقى زي عسل الجلوكوز ده، زي الكراميل اهو. اي رغوه تيجي على السكر من فوق بتشيلها معلقه صغيره كده، ما تخليش رغوات. الحاجات اللي بقولها دي مهمه جدا اهو. الرغوه البيضه دي برفعها بالراحه، ده الاساس. الحلاوه البيض كلها مش هتاخد وقت بعد كده اهو. اهو بنشيل الرغوه دي كده، وكل ما يغلى على النار لمده 8 دقائق بياخد القوام بتاعه او الكثافه بتاعته او الغلاظه بتاعته. الرغوه دي بنشيلها عشان الرغوه دي هتخلي الحلويات تفصل من بعضيها. سؤال حلو قوي، ليه بنشيل الرغوه دي اهو؟ في سكر نوعيه ممكن ما يعملش الرغوه دي، خلي بالك. لا سكر ابيض. بيسالوني نعمل حلاوه المولد بسكر البنجر اللي هو الاحمر او اللي هو مدي شويه للون الحمار او الاسمر، لا، اتعمل بسكر اللي بياخده على البطاقه، السكر الابيض ده، خلي بالك. ده احلى حاجه في حلاوه المولد. طبعا انا عارف الريف المصري والصعيد المصري اللي بوجه له تحيه كبيره وبقول لكم كل سنه طيبين، وكل العالم اللي بيتابعنا دلوقتي على القناه الاولى بنقول لكم لحضراتكم كل سنه طيبين. انتوا بتعملوا حلاوه المولد بطريقه ممكن احسن مني، بس انا بجتهد ودايما اقدم الجديد، والجديد دايما مقبول او غير مقبول. تبقى افكار وارده يعني وحاجات جميله نتيجه حبه للمطبخ
وحبي لحضراتكم ده الأساس طبعا، فبضطر إن أنا أذاكر وأجتهد وأوظف الخبرة الطهوية بتاعتي في إن أنا أعمل حاجة جديدة لحضراتكم. أتأكد إن الرغوة كلها اترفعت كده على السكر ما ياخد الكثافة بتاعته بالشكل ده كده أهو، شلتها زي الفل. نبدأ بالبنجر. إيه مغازي الكلام اللي بتقوله ده؟ بنجر في حلاوة المولد؟ ما تجرب. ده مش مسلوق. البنجر بيتجاب يتغسل ثم يتقشر ويتغسل بعد التقشير لأي رملة لأي ترابة فيه، وبعد ما يتقشر ويتغسل كويس قوي 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 وسليم تبشريه. وحقوق الطبع لدينا وبس. انا مش عايزك بس ايه تقومي وتسيبي شاشة التلفزيون وتقولي الشيب بيعمل افتكاسات وبيعك الدنيا. خليكي للآخر معايا. نفعت ما نفعت. اي حاجة بعملها ببقى مجربها قبل كده، خلي بالكوا يعني. يعني اي اختراع بعمله، اي فن بعمله، ببقى مجرب وعارف ودارس وفاهم وعارف كل حاجة. وعلى فكرة خبرة السنين. ده بنجر. حلو الكلام. بالشكل ده كده يتبشر كويس وهو ني، بس لازم يتغسل كويس. وبعد ما يتغسل كويس اشيف بوغازي نبشره علشان ما يجيش فيه رملة تحت استنى ونحس ان فيه بابور زلط. حلو قوي. ناخد الفولية بعد تحمصها، اللي هو الفول اللي هو السوداني متقشر ومتحمص مفيش فيه رطوبة من جواه. اشيل دي من هنا. اوسع لك الدنيا عشان الصورة الحلوة تتحدث عن نفسها حبيب هارتي. حلو. لما نعمل اختراع جديد عشان يتسجل على شاشة القناة الاولى لازم كله يبقى تعظيم سلام له. فولية بالبنجر، يلا المحلات الحلوة تعملها وتنزلها، بس ما تنساش توقع الشيف المغازي تحت منها. ادي الفول السوداني. حلو الكلام. تمام، هنقلب ده كله مع بعض على النار. كراميل ايه؟ كراميلا. نقلب ده كده. فولية بالبنجر. في طبعا محلات الحلويات بوجه لها التحية والشكر، برضو ناس دي بتشتغل وده اكل عيشها، بتعمل اجتهادات وبتعمل حاجات جديدة وبيعزموني وايه رايك يا شيف مغازي، بخش اشتري ما بردوش ياخدوا مني فلوس. والله يا بختك يا مغازي، يقول لي دي هدية مننا، باخد العلبة واجري قبل ما يرجع في كلامه. الجو ده كله معايا، خلي بالك واجرب واشوف. ايه رايك يا شيف؟ تسلم ايديك وحاجة حلوة وبتاع. عادي، ده الطبيعي. شيفه مشهور وبتاع وبيبقوا مبسوطين ويتصوروا، ده ضريبة لازم. مش بنتعب، اللي بيتعب لازم يلاقي، لازم يحصد. تزرع خير تحصد خير، تزرع شر تحصد شر. ادي البنجر قلبناه مع الفول السوداني بالشكل ده كده، ولازم الفول السوداني يتحط على الفرن، يتحط في الفرن ويبقى كده يعني متشمع ومتحمص. خلي بالك ممكن تشتريه ابيض عادي وتحمصيه بالشكل ده كده. زي الفل. نيجي للسكر بتاعنا، اخباره ايه؟ هو ده القوام اللي انا عايزه. هناخده بره كده ونجيب كسرلة حلوة زي دي كده. اللهم صل على النبي. شيل ده من هنا. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ويلي يا اوعي الاولاد يخشوا المطبخ. ولادك. حاضر. تمام. دي خلي بالك عندك البيبي الصغير، ربنا يخلولك يعني، عشان ده درجة الغليان بتاعته قوية جدا. وخلي بالك والله العظيم أنا طيب وبقول لكم على كل حاجة في قلبي، الطاسة دي لو سبتيها في المطبخ على الحوض بتاع الغسيل وترجعي تغسليها هتدعي عليا، فتخلصي الموضوع من الأول كده عشان يبقى معاكي سهل. زي ما هي كده بالمعلقة دي كده، تحطي فيهم مية سخنة كده نضفت. شفت؟ مش بسيب لك فرصة، ما بسيبش ثغرة. هي كده نضفت خلاص. انا بعلمك كل حاجه، مش دور ان انا اطبخ بس، بعلمك السهوله والبساطه حتى في نظافه مطبخك. هاخدها زي ما هي كده واركنها على الحوض، هتضربي ايدك فيها. نضفت والله. بص جيبوها لي يا شباب، الله يبارك لكم. افضي منها الميه كانك ما عملتيش فيها حاجه. لو ركنتيها بقى اهي اهي، لو ركنتيها بقى على جنب كده هتلاقي الكراميل ده مسك فيها، وتيجي تغسلها ممكن ايدك تتعور ومشاكل وحاجات تحصل. كده هي نضفت وزي الفل. هنعمل ايه يا عم الشيف؟ هننزل بالعسل الجلوكوز. فينه؟ بص حاجه عايز اقول لحضراتكم، تسلم ايديكم يا شباب. عايز اقول شفتوا الرغوه دي كده بشيلها اهو.
شفت السكر بدأ يشد ازاي؟ ده لما ينزل على الفولية دلوقتي، ده سخنة ينزل على بارد، كله هيقفش مع بعض. حلو؟ شلت الرغوة كلها. هي فيها شوية تكنيك. حاضر، هطلع بس هسه هسه هسه. الله يبارك لكم. انا حطيت المعلقة في الزيت ليه؟ عشان السكر الجلوكوز او عسل الجلوكوز ما يمسكش في المعلقة. اخد الكمية اللي انا عايزها كده، وزي الشعرة بالعجينة. اهو 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 اهو، شفت المعلقة طالعة في دي نظيفة اهي. هي بصوا حاجات كده بس بتخليكي واقفه في المطبخ حاسه بقى زي ملكه ست ام كلثوم، واثق الخطوات يمشي ايه ملك. انا عايزك في المطبخ كده، ده المملكه بتاعتك. اهو شفت المعلقه اهي، زي الشعره من العجينه اهي. اهو ده عسل الجلوكوز. ونقلبه. هنقلبه كده، ومطلوب مني ان انا اطلع فاصل. سيبوني، لازم ده يتقلب كويس تقليبه كويسه، عشان بعد كده هاخد منه شويه بقى وانزل على السمسميه، اخد منه شويه وانزل على الفوليه، اخد منه شويه وانزل على الشكلمه، اخد منه شويه وانزل على ايه الشوفان، وهكذا. عرفنا الاساسيات فين؟ هناخد بعدين ونطلع فاصل، وسيبوني مع الكراميل والسكر، ويجعل ايامنا كلها سكر. اوعوا تروحوا بعيد، تابعوني بعد الفاصل. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل. الطبيعي لما انا يكون معايا سكر زي ده كده، غليظ القوام، سميك، عايزه كثيف بالشكل ده كده، هشتغل منه حلويات المولد. نعمل بقى زي المعلمين الكبار، الحلوانيه الكبار، واللي بنى مصر في الاصل حلواني زي الشيف المغازي. حلو الكلام؟ اهو بتعملي ايه؟ شفت التركيه دي بقى؟ ده وارد ان هو يجمد مني غصب عنك. درجه البروده اللي في المطبخ، ممكن في تكييف في المطبخ، مروحه، وهكذا. تقوم بتعملي ايه؟ تجيبي كسروله كبيره اكبر من اللي انت بتقلبي فيها، ويبقى في ميه مغليه، يعني ماء بيغلي شديد الغليان. حلو؟ وتاخدي من الميه المغليه دي تحطي فين؟ في الكسرولة دي. ليه يا عم الشيف؟ علشان السكر يتنه معاكي دافي وما يجمدش معاكي وانت شغال. شوية مية سخنين، اوعي تحط على السكر، ما تزعلنيش منك. مية مغلية. خلي بالك لو جت اي مية هتفصل لك اللي هي السكر بتاعك. زي ما انا شغال كده. كمية بقى اللي انا عايزها. ركزي معايا عشان الموضوع هنا ايه، خلي بالك شيق قوي، خلي بالك الموضوع فيه خبرة طهوية كبيرة قوي. هنا الشربات بتاعي والسكر بتاعي الاساس بتاعي في حمام ميه. باخد كده وانزل الكميه دي كده بالراحه. خلي بالك موضوع فيه ايه. شفت ازاي اول ما بيتعرض لحاجه بارده بتلاقي شد على طول. وهنقلب طبعا قبل ما يمسك في الفوليه، الحاجات دي كلها مطلوبه. اخد تاني شويه. هتلاقي ايدك بتتلزق بقى، والجو اللي احنا عارفينه ده السكر اللي زي الكراميل كده. ازاي ملبن نفس السكر اللي معايا ده، بياخد دقيق ونشا، وتجيب سكر باودر مع نشا، تخلطهم الاثنين مع بعض عشان تعملي الاشكال اللي انت عايزاها. كده زي الفل. نقلب ده بقى بنفس المعلقه. اهو شفت القوام ده كده. فوليه اهي، خلي بالك هتشد منك بسرعه. التقليب هنا يبقى سريعا. مش عايز اقلب بيدي. انا مش عايز الاحمر يجي خالص في السكر، عشان انا عايز السكر ده لحاجات تانية. وهقلب كده. كل ما تعوز زوديها، عشان ده فيه بحساب، يعني لازم كلها تبقى مفلفله كده بالسكر. طب دي هتعملها ازاي يا شيف مغازي؟ زي اللي بنشوفها في المحلات، تبقى متقطعه مربعات، مثلثات، مستطيلات. حلو الكلام؟ ازاي؟ دي طبعا لازم عمليه تبريد. نعمل ايه يا عم الشيف؟ ركزي معايا، الله يرضى عليك. ادي اللوز، وادي اللوز ده مش عايزه، وادي الكركم مش عايزه. واشيل ده كده. البلانشة اللي بتقطع عليها طول الشهر سمك وفراخ ولحمه مغسوله عندك، مش عايز اكلفك انا. ده حل يعني. الحل التاني بتجيبي صواني، بس انا حابب انك انت تبقى في المطبخ كده ايه، عندك فراسه، فراسه في الايه، في الابداع. ورقه زبده. على عينك يا تاجر، ورقه زبده. اعمل ايه؟ احطها كده. ايه ده يا شيف؟ ايه الاختراع بتاعك ده؟ يعني ما اروحش اكلف نفسي واشتري صواني لحلاوه المولد، وجوزي يقول لي كنا اشتريناها وخلاص يا حاجه؟ لا خالص. معلقه زيت بالفرشاه، واجيب ورقه زبده، اقطعها على قد البلانشه بتاعتي اللي انا بقطع عليها كل حاجه، واغسلها طبعا، لازم اغسلها، واعملها كده بايه؟ بزيت. ليه زيت يا مغازي؟ قول لي بقى انت يا فاروق، زيت ليه؟ مش تعمل نفسك نصح؟ العب. هو ده قال لك عشان ما تلزقش حلاوه المولد في البلانشه، نقوم نشيلها بايدينا، نقطع ضوافرنا وايدينا. الله عليك. زيت. والله المطبخ ده لما تخشيه بحب
انت هتلاقي نفسك كده لوحدك يعني في حاجات بتجيلك كده من عند ربنا حلوه، لان دايما اللي بيحب الحاجه ربنا بيلهمه الايه؟ الابداع. خدها مني والله العظيم. حب شغلك، حب جوزك، حب ولادك، ربنا يلهمك الابداع ويزيدك من الحب ده، خلي بالك. شفت ازاي؟ الزيت حلو السؤال ده يا فاروق، بيقول للناس اللي مش عايزه تدخن ينفع تستخدم سكر دايت؟ لا، ما تاكلش حلاوه المولد خالص خالص. يا عم انت عايز لو وعدنا في وسط العيال وكانها كده بالهداوه هيحصل حاجه يعني؟ حبكت يعني في يوم يعني؟ ناخد الحلاوه المولد كده، ناخد الفوليه اهي. طبعا دي بقى ايه؟ تخش التلاجه وتسيبيها شويه، هتلاقي الكراميل ده شد، تقطعيه ايه؟ مثلثات او مربعات او مستطيلات زي ما انت عايزه. هتقولي طعم البنجر مع الفول السوداني لطيف وجميل. عايزه تجودي حط شويه حبهان، عايزه تجودي حط شويه فانيليا، عايزه تجودي حط مثلا شويه قرفه ناعمين زي ما انت عايزه. شيل دي مش عايزها بقى. تتعامل ازاي؟ ده زيت اهوت، بسم الله الرحمن الرحيم، واجيب حاجه زي دي كده، اسباتيولا زي دي كده، واحطها في الزيت كده. ووزع كده. اختراع شيف. هتشد دلوقتي تبقى زي الفل. وحقوق الطبع لدينا وبس، فولية بالبنجر. تاني الزيت اهو، دي لما تخش التلاجة تشد، قطعيها بقى وتاكليها كده بألف هنا وشفا، وفرصة لأولادك تعالوا دوقوا الحاجة الجديدة اللي أنا عملتها. شفت النهاردة الشيف المغازي على القناة الأولى، مش كل يوم وكل سنة ناكل الفولية بطعم السكر. وفي ناس والله العظيم سنانها بتتكسر من الفولية، يعني محلات ممكن بتبيعها رخيصة موجودة، سنيننا مش هتقاوم التحميصة بتاعت الفول السوداني. أعتقد إن البرجر هنا هيدي لها شوية مرونة، شوية ليونة، شوية طراوة. حلو الكلام؟ ايه رأيك كده يا باشا؟ شفت قبل كده الفولية بالبنجر؟ بالله عليك، أنا عارف الصورة أنت فرحان بيها. وأنا بسويها عشان تبقى كلها إيه؟ حجم واحد. لوحة فنية، لوحة سودانية. بالمناسبة بوجه تحية كبيرة لكل إخواننا السودانيين. حلو؟ تمام. شفت؟ زي الشعرة من العجينة، الحاجات اللي شغال بيها منديل وأمسحها وأشتغل بيها تاني. انا عايز مطبخك كده رايق او زي الفل. رايق او فايق. نمسح دول كده بسرعه قبل ما يجمد فوق السكر عشان ممكن نشتغلهم في حاجات تانية. واروق الدنيا على نفسي. بس خلاص، يبقى انا عملت فوليه بالبنجر. اشيل الجلافز ده كده واخلي دي على جنب.